السلام عليكم. هسه راح نبلش شرح طريقه المومنت مومنت ديستريبيوشن. المومنت ديستريبيوشن ناخذها بالار سي 2 ان شاء الله. المومنت ديستريبيوشن هي طريقه من طرق ايجاد الرياكشن والمومنت مثل الاسلوب ديفليكشن، ولكن طريقه ثانيه. كونه اسمها ديستريبيوشن معناته بتعتمد على شيء بده يتوزع، اللي هو ديستريبيوشن فاكتور. يعني انا بدي امسك المومنت واوزعه على البيم. طب كيف بدي امسك المومنت واوزعه على البيم؟ طب شو المومنت اللي بدي اوزعه؟ وهكذا. بالتالي راح نتعلمه بهاي المحاضرة. كمان نستنتج شغلة أو بدنا نحكي شغلة، إنه هاي الطريقة عبارة عن ستيب، يعني زي ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 وهكذا. كالعادة بدون أي مطولات، كلنا درسنا السلوب ديفليكشن. السلوب ديفليكشن كنا نحكي أول خطوة رقم المومنتات وارسم مومنت ديجرام، يعني رقم زي هيك واحكي مثلا هاي أم 1 2 أم 2 1 أم 2 3 أم 3 2. كنا نحكي زي هيك ونكمل إلى آخره. حكينا هاي أول خطوة بالكنتيليفر. ثاني خطوة كانت عبارة عن fixed end moment، تمام مشيناها. خطوة ثالثة كانت كذا كذا كذا، ما ليش فيها. أول خطوتين هم متشابهات بالmoment redistribution، المومنت distribution والslope deflection. فأول خطوتين ما بيختلفوا عن بعض. طيب خلينا نحكي كمان شوف في شغلات ممكن تفيدنا. الكنتيليفر، إذا في عندي كنتيليفر ببلش فيها أول زي الستيب زيرو، فبالتالي كل شيء بنطبق على السب ديفليكشن بنطبق على المومنت ديستريبيوشن. تمام. في شغلة بدي أحكي لك إياها. في حال كانت المومنت ديستريبيوشن أخذتوها بالمادة سواء بالجامعة أو بالامتحانات أو شيء قبل السب ديفليكشن، فأنت بدك تضطر تحفظ السب ديفليكشن عشان تفهم معي هون، عشان تفهم معي هون. ما راح أقدر إني أصور اني بل اعيد الشرح اللي شرحته بالسلوب ديفليكشن. لا، الله بعينكم ترجع بتدرسوا السلوب ديفليكشن كله عباره عن 40 دقيقه، وبتيجوا على المومنت ديستريبيوشن. ساعتها بتدرس طريقتين سواء كانت فيرست او سكند او فاينل. تمام. الطريقه بتحكي لك التالي. في عندي انا هون شرح من الدوسيه كالعاده المومنت ديستريبيوشن. لو عندي نفس المثال، حط نفس المثال اللي حليته بالسلوب ديفليكشن. يعني انت لما تشتري الدوسيه بتكون معك السلوب ديفليكشن ومعك المومنت ديستريبيوشن، بتشوف انه هذا السؤال حليته بالطريقتين وطلع معي نفس الجواب. شوف الطريقة الأولى، كنا بنرسم المومنت ديجرام. فإحنا رسمنا المومنت ديجرام، بنرسمه بدون ما تكتب أرقام هون، لا بترسمه زي هيك، بترسم كل منبر لحال. بعدين عندك تعمل جدول. الجدول كالتالي، بتحط فيه أول شيء أسماء المومنت. مثلا بتقسم كل منبر لخطين، كل منبر خطين، يعني هذا خط وهذا خط. مش شرط أنه عند اللود، لا لا لا، أنه المنبر الواحد تحط عليه خطين والأطراف خطوط. هيك كيف ترسم الجدول يعني إذا ما بتعرف كيف. تمام. أول واحد هي أنا هيك رسمت الجدول، تعمل زي هيك. فبالتالي عندي هون أم واحد اثنين، أم اثنين واحد، أم اثنين ثلاث، أم ثلاث اثنين. هاي أول خطوة اللي هم اللي عملتهم هون. بعدين بتعمل خط ثاني، تعمل خط ثاني بتسميه DF. DF هي distribution factor، هسه نتعلم كيف نجيبه. بعدين بتحط الصف اللي بعده عبارة عن fixed end moment، ونعرف شو fixed end moment. يعني fixed end moment واحد اثنين بتحطه هون، هيو ها. fixed end moment اثنين واحد بتحطه هون، fixed end moment اثنين ثلاثة هون، fixed end moment ثلاثة اثنين بتحطه هون. تمام. بعدين بتحط اشي اسمه balance. balance هسه بشرح لك شو معناه. هو بتحط بعدين carry over، بعدين balance راح تضلك تعمل، راح تضلك تكرر هذا الخطوتين. balance carry over، balance carry over، balance carry over، balance carry over، لحد ما يوصل معك الاخر balance اصفار او 0.2 واقل. 0.2 واقل، تمام، واقل. يعني طلعت القيمه 0.1، واحده من هذول 0.1 او يعني اغلبهم كلهم تحت ال 0.2، فخلص بتوقف وبكون هو المومنت النهائي. لانه المومنت بيختاروا 25، بيختار عشان 25.1. تمام تمام. فطريقه المومنت ديستريبيوشن بالتالي هي شيء ثابت، كل منبر بتقسمه لخط وعلى حدود خطوط شو ما كان، حتى لو كان فريم. لو كان فريم هسه نتعلم كيف الفريم، مش انه بتروح تعمل زي هيك، لا لا، هسه بقول لك شو بتعمل بالفريم. هاي اول شغله. ثاني شغله، طيب بترقم زي هيك، هون المومنت، هون الديستريبيوشن فاكتور، هون فيكس اد مومنت، بعدين شيء اسمه بالانس، شيء اسمه كاري اوفر فاكتور، بالانس كاري اوفر، لحد ما توصل الام. الام هذا هو الفاينل مومنت، المومنت النهائي هو اللي بده اياه، اللي هو الرياكشن. هذول هاي سالب 6.8، يعني هون عكس عقارب الساعه 12.8، يعني مع عقارب الساعة. بعدين السالب 10.4، يعني هون عكس عقارب الساعة. بعدين هون
اللي هي 10.4، وهاي القيمة لازم تساوي هاي القيمة، أكبر دليل إنه حلي صح. تمام، هسه خلينا نتعلم محتوى الفيكسد مومنت بنعرف كيف، والتوتال والانديترمنت هذول بنعرف كيف. تمام، هسه البالانس، شو بحكي لك؟ لازم يكون مجموع كل جوينت بيساوي زيرو. بتتذكر بالخطوة الرابعة المعادلات الاسلوب ديفليكشن كنت احكي لك الايكوليبريم ايكويشن، راح تحكي لي اه. فانا فعليا قاعد بطبقها على كل جوينت، يعني بدك تحكي مجموع المومنت عند الجوينت هارد بيساوي زيرو، مجموع المومنت عند الجوينت هارد بيساوي زيرو، مجموع المومنت عند الجوينت هارد بيساوي زيرو. ولكن لما تيجي لهون على اول فيكس اند مومنت تحكي مجموع المومنت بيساوي زيرو، بتلاحظ انه هو عباره عن مش زيرو، بضل قديش 8 سالب 12 بعطيني سالب 4. فبالتالي انا مشان يكون عندي بالانس، شو يعني؟ يعني انا بدي قيمه المومنت هون بتساوي زيرو، بدي امسك السالب 4 هاي اخليها موجب 4، يعني بدي اجمع لها موجب 4، يعني السالب 4 تصير موجب 4، والموجب 4 هاي بدي اوزعها على المومنت هات، مشان هيك اسمها مومنت ديستريبيوشن، اني اوزع المومنت، اللي بدي اجيبه من البالانس. مومنت البالانس هو عباره عن المجموع عند الجوينت، شو بعملها؟ بعكس اشارتها، وهسه بنفهم ليش بنعكس اشارتها. وبعدين بدك توزعه على المومنت اللي على اليمين والمومنت اللي على اليسار. كيف بدي اوزعه؟ بكل بساطه المومنت البالانس هاي القيمه وهاي القيمه هي عباره عن المومنت اللي انا طلعته، يعني هون سالب 4 شو عكسه؟ موجب 4، بضربه بالديستريبيوشن فاكتور، هذا ديستريبيوشن فاكتور وهذا ديستريبيوشن فاكتور. هسه طلع عليك تعرف شو هو الديستريبيوشن فاكتور وشو هو الكاري اوفر، وهيك بنخلص الطريقه. تمام، هسه احنا عرفنا الفيكس اند مومنت، عرفنا البالانس عباره عن شو. البالانس عباره انه تمسك مجموع المومنت عند كل جوينت بيساوي زيرو، مجموع المومنت عند كل جوينت بيساوي زيرو، بشوف هل هو زيرو ولا لا، اذا زيرو اموري تمام، اذا مش زيرو بدك تخليه زيرو. كيف تعمل؟ بتعكس الاشاره المومنت اللي طلع، يعني انا طلع معي مومنت سالب 10، فبالتالي انا بدي موجب 10 مشان يصير زيرو، بس الموجب 10 ما بحطها كلها، بوزعها على المومنتات الباقيه. بعدين بعمل شيء اسمه كاري اوفر، بعدين هاي. بس خلينا قبل هيك نمسك الديستريبيوشن فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور انا بدي اعطيك اياه حالات، دائما اول ما تشوفها تعرف شو تحل. لما يكون عندي فيكست زي هيك، فيكست بشكل عام، يعني ها هذا فيكست صح، فهذا الديستريبيوشن فاكتور للفيكست، هذا الديستريبيوشن فاكتور للمومنت اللي هون، هذا الديستريبيوشن فاكتور للمومنت اللي هون، وهذا الديستريبيوشن فاكتور للفيكست اللي هون. فبالتالي كل سبورت او كل جوينت او جوينت بين جوينتين، يعني هون له ديستريبيوشن فاكتور، اللي هو مثلا هاي ديستريبيوشن فاكتور 1 2، يعني هون ديستريبيوشن فاكتور 2 1 يعني هذا، ديستريبيوشن فاكتور 2 3 هذا، ديستريبيوشن فاكتور 3 2 هو هذا. فزي ما عندي فيكس اند مومنت 1 2، فعندي ام 1 2، عندي ديستريبيوشن فاكتور 1 2. طيب اذا كان عندي قيمته، اذا كان عندي فيكست فبالتالي ديستريبيوشن فاكتور 0، واذا عندي بن او رولر بعطوني ديستريبيوشن فاكتور بيساوي 1. تمام، هسه غير هيك بدك تطبق قانون معين. كيف يعني غير هيك؟ يعني مثلا كان عندي فيكست ورولر فيكست ورولر، فانا بدي اطلع زي هيك. هسه هاي اللي بالنص راح تلاحظ انه فين الديستريبيوشن فاكتور، مثلا لو سمينا هاي 1 وهاي 2 وهي 3، راح تلاحظ انه عندي distribution factor 2 3 distribution factor 2 1. فين دي هذا distribution factor؟ هسا بدي تعرف شغله واحده، انه distribution factor 2 3 زائد distribution factor 2 1 بيساوي 1. تمام، يعني distribution factor قيمته 1 maximum. طيب كيف بدي اوجدها؟ بكل بساطه بحكي لك distribution factor هي بتساوي الاي على ال، على i على l زائد i على l. طب رح تسألني شو الاي على l، تمام. هسه لو انا بدي احسب distribution factor 2 1، يعني بدي احسب اللي بهاي الجهه، يعني اللي جايه هيك من اليمين لليسار، يعني من الجوينت هذا، من جوينت 2 للجوينت 1، بحسب بحكي هون الاي على l للمنبر اللي فيه 2 1 اللي هو هذا المنبر، على i على l لمين؟ لنفسه، زائد i على l للمنبر الثاني. فبالتالي اذا بدي احسب 2 1 بدي احسب للمنبر مثلا هذا 1 وهذا 2 مثلا، فبدي احسب 2 1 بدي احكي مثلا المنبر الاول، هذا الطول ال والاي، الاي مع الاي بتطير، يعني بصفي كله 1 على ال، طيب لو بدي احسب ديستريبيوشن فاكتور 2 3، هسه بقدر احكي هي عباره عن 1 ناقص ديستريبيوشن فاكتور 2 1،
او مشان اضمن انه حلي صح بحكي distribution factor، ما حكيت مجموعهم لازم واحد، بحكي عباره عن الاي للمنبر الثاني يعني ماشي من اليسار لليمين، يعني ماشي لجهه المنبر هذا فبالتالي باخذ المنبر هذا، اي للمنبر الثاني على ال المنبر الثاني على اي للمنبر الثاني على ال المنبر الثاني زائد اي للمنبر الاول على ال المنبر الاول. بس ممكن تكون الاي هاي تساوي 2 اي، فبالتالي بدي اضرب باثنين، يعني بدي الاي لهذا المنبر بحطها 2 اي ما بحطها اي، بدنا ننتبه. ف هالساده اللي حكيناه بالبالانس هو مجموع المنطق تساوي صفر، انا هون المومنت موجب 2 موجب 8 وجوينت بده 2 يعني بده موجب 4 بده سالب 12، فاحنا ما راح نحط الارقام زي ما هي، بدنا نضربها بالديستريبيوشن فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور هيو دائما اذا كان عندي فيكس على الطرف بيكون 0، واذا بن رول على الطرف بيكون 1، اذا كان بالنص بدنا نطلع الديستريبيوشن فاكتور من خلال الستيفنس للمنبر. الستيفنس للمنبر هي 4 اي اي على ال، بس عاده الكونكريت وكونكريت يعني مثل المنبر الاول نفس المنبر الثاني فالايزي بتطير والاربعه بتطير فبضل اي على ال، بضل اي على ال. هسه بتروح للقانون تبع انه الديستريبيوشن فاكتور بسط على مقام بنروح على الاي بكون حاكي انه المنبر بيساوي 1، انه ممكن تكون اي للمنبر الاول بيساوي 2 اي للمنبر الثاني اللي حكيتها قبل شوي. الديستريبيوشن فاكتور 2 3 زائد 2 1 بيساوي 1، فبالتالي الديستريبيوشن فاكتور 2 3 هي كي 2 3 على كي 2 3 زائد كي 2 1 كي 2 1 زائد كي 2 1 زائد كي 2 3 تمام. فهون الكي 2 3 هي اي على ال اي على ال على اي على ال، بتلاحظ انه البسط راح يكون جزء من المقام زي هيك زي هيك تمام. هسه في شغله هي كالتالي، هاي تريك، لو كان عندي زي هيك بين وبين هيك بس سبورتات زي هيك وطلب مني كنتليفر تمام كنتليفر او اقول لك بين عندي زي هيك وطلب مني احسب الديستريبيوشن فاكتور لها، هسه بتطلع على اليمين بتطلع على اليسار، هسه بتلاحظ انه على اليمين في قدامه بن بس بن واحد، فبالتالي هون الستيفنس بتنضرب بوينت 0.75 بتنضرب بوينت 0.75 يعني شو بحكي انا مثلا كي 2 3 هاي 2 وهي 3 كي 2 3 ضرب بوينت 0.75 على كي 2 3 في بوينت 0.75 نعتبر هاي فيكست زائد K 2 1، يعني دائما ال K لما تكون نهايتها بن فهي عبارة عن 0.75. طيب إذا كان عندي بنين يعني زي هيك وأنا بدي أحسب لهذا بدي أجي زي هيك فهذا واحد ما نجي فيه، ما أصلا دائما على الطرف واحد، بس لما بدي أجي أحسب لهذا بس لما تيجي تحسب لهذا فهذا بده ينضرب ال K 2 1 بده ينضرب بإيش؟ 75%، بس هذا اللي هون ما بنضرب ليش؟ إنه في بنين بعده، فدائما بدك تاخذها قاعدة، إذا عندي بنين ورا بعض أو بن وفيكست زي هيك، لما أجي أحسب لهون بدي أضرب 75%، بس هون ما بضرب 75%، هون بدي أضرب 75%، هون ما بضرب، يعني البنين يقابلوا فيكست واحد. هيا خلينا نشوف إذا انشرحت. بتلاحظ هون لإيجاد distribution factor بهاي الحالة بتكون i على l لما بتحسب لهاي، يعني مثلا هاي هو k 2 1 distribution factor 2 1، فبتلاحظ اني بضربش ب 75%، شو اللي بضربها ب 75% اللي هي 3 4 اللي هي 2 3 2 3 بضربها ب 75%. لاحظ هاي 2 1 وهاي 2 1 زيها بس هاي 2 3 هاي بضربها، هاي 2 3 هاي 2 3 هاي 2 1، المقام دائما متساوي بس الفرق في البسط. شايف 3 4 اللي هي 75%. طيب نرجع، فهيك الديستريبيوشن فاكتور هذا اللي بطلعه، هاي القيمه اللي بطلعها بضربها بالمومنت اللي من البالانس اللي بدي اياه، يعني هون انا بدي موجب 4 لانه انا مجموع هذول سالب ارفعها فبدي موجب 4، هاي بضربها بالديستريبيوشن فاكتور وبحطها بقائمه البالانس، بحطها بقائمه البالانس. بس بضل عندي الكاري اوفر وبنخلص، بضل عندي الكاري اوفر وبنخلص. الكاري اوفر هي عباره عن قيمه البالانس بتضربها بنص، بس ما بضربها ضرب عادي، بضربها ضرب تبادلي. طب كيف بدي اضرب ضرب تبادلي؟ بقول لك الارقام اللي بتبلش او مش بتبلش، الارقام المتشابهه بضربهم ضرب تبادلي زي هيك،
واضربهم بنص. هذا 2 3 3 2 واضربهم بنص، يعني ال 1.6 بضربها بنص بحطها هون، ال 0 بضربها بنص بحطها هون، ال 2.4 بضربها بنص بحطها هون، وال 0 بحطها هون. إذن دائما الأرقام اللي بيشبهوا بعض. طيب ليش كل الأرقام بيشبهوا بعض؟ هسه عشان لما نحل الفريم راح تتخربط. أما اللي بدي أعمل له بالانس، اللي ببلشوا بنفس الرقم هم بعملهم بالانس، هم بعملهم بالانس، لأنه في ناس أو في طرق في الكتب ما برقب زي هيك، برتبهم. ممكن أحط لك هون أم 2 3 عادي، هون مثلا أم 1 2 عادي، كتب هو حر. بس أنا بالطريقة اللي بشرح لك إياها عشان ما تخربط، أم 1 2 أم 2 بتمشيهم بالترتيب، وكل اثنين ببلشوا بنفس المكان، هم اللي بدي اعملهم مجموع المومنت بيساوي زيرو، وكل اثنين متشابهات بضربهم ضرب تبادل بضربهم بنص. فقيمة الكاري اوفر فاكتور دائما نص. بس لو بده المومنت اللي من الكاري اوفر فاكتور يعني زي هيك، بكون ضارب ضرب تبادل، بكون ضارب ضرب تبادل. فبضل بكرر هاي العمليات، البالانس والكاري اوفر، البالانس والكاري اوفر، لحد ما يصيروا يا اصفر يا اقل من 0.2، يا تحلوا سلوب ديفليكشن. طيب خلينا نحل المثال هذا اللي قدامنا بالتفصيل مشان نحل امثله ثانيه كمان. بلاحظ انه عندي فيكست رولر فيكست. اول خطوه بدي اعملها قلنا بنرسم المومنت دايجرام، بعدين بمد من كل خط خطين، من كل منبر خط بالنص وخط وخطوط على الطرف، وبحكي ام 1 2 ام 2 1 ام 2 3 ام 3 2، بعدين بطلع الديستريبيوشن فاكتور. هذا فيكست على الطرف بحط زيرو، هذا بالنص بالنص، فبدي اعمل هون اي على ال اي هاي فيكست وهني هاي فيكست، فما في 75%. فهون بدي احكي الاي متشابهه، هيو اي اي كونستانت، فبالتالي الاي متشابهه. فشو بدي احكي؟ هاي بدها تكون 1 على 4 على 1 على 4 زائد 1 على 6، تمام؟ لهي هذا طوله 6 وهذا طوله 4، فبيطلع معي رقم، بيطلع معي مثلا هذا. فما اجي للجهة الثانية بس بدل 1 على 4 بحط المقام الثاني 1 على 6 وبحل، بيطلع معي 0.4، وهذا فيكس على الطرف، فبالتالي جوابه 0. الفيكس اند مومنت هذا اللي هون سالب دبليو ال تربيع 12، وهذا اللي هون دبليو ال تربيع 12، هاي نفس هاي بس واحدة سالب واحدة موجب، وبالجهة الثانية بي ال على 8 وسالب بي ال على 8 هاي هون، يعني انا كاتب لك اياهم هون، تمام. هسا شو بصير؟ بدي اعمل البالانس. البالانس شو بعمل؟ الجوينت واحد، يلا مجموع المومنت عند الجوينت واحد بيساوي زيرو. انا عندي مومنت، هسا اول مومنت بدي اعتبره الفيكس اند مومنت، تذكروا بالسلوب ديفليكشن كانت فيكس اند مومنت زائد 4 اي اي على ال ثيتا زائد كذا. هسا هاي نفس الشيء بالبالانس والكاري اوفر. هسا اول مومنت عند الفيكس اند مومنت مقداره سالب 8. هسا سالب 8 انا مشان تصير زيرو، ما انا بحكي مجموع المومنت عند الواحد بيساوي زيرو، فانا شو المومنت اللي عندي عند الواحد؟ عندي بس ام 1 2، فبدي انا ام 1 2 بيساوي زيرو. كيف بدي اخليه زيرو؟ بكل بساطه بحكي انه ام 1 2 قيمته سالب 8، فانا بدي موجب 8، بدي موجب 8 واضربها بالديستريبيوشن فاكتور مشان يصير عندي بالانس اتزان. فسالب 8 بدي اياها تصير موجب 8، الموجب 8 هاي بدي اضربها بالديستريبيوشن فاكتور. الموجب 8 في الديستريبيوشن فاكتور اللي هو 0 كم بيطلع معي؟ 0، بحط 0. يلا هسه جوينت 2 اللي هو اي رقم، الارقام بتبلش مع بعض 2 1 و 2 3 بتبلش من نفس الرقم، بجمعهم 8 سالب 12 بتعطيني سالب 4. انا مشان يصير متزن بدي احط موجب 4، الموجب 4 بدي اضربها، الموجب 4 بدي اضربها ب 0.6 بدي اضربها ب 0.4، فبالتالي بحط هنا 4 في 0.6 2.4 و 4 في 0.4 بيعطيني 1.6، أو زي ما حكيت بتطرح 1، تمام. اللي هي هاي زائد هاي بيعطيني 4، ف 4 ناقص هاي بيعطيني هاي. بعدين أم 3 2 أنا المومنت عندي 12، فأنا بدي سالب 12 وأضربها ب 0 فبيعطيني 0. فهيك أنا طلعت البالانس. هسا هل هذول كلهم صفار او كلهم اقل من 0.2؟ بقول لك لا، في هون 2.4 وهون 1.6. فبالتالي بتعمل شغله اسمها كاري اوفر فاكتور. كاري اوفر فاكتور كل مومنتين ببلشوا او نفس الارقام بس مخربطات بدك تضربهم ضرب تبادلي، فبالتالي ام 1 2 ام 2 1 بتضرب ضرب تبادلي زي هيك، وبتضربهم بنص، دائما نص دائما نص. فزيرو بتصير هون و2.4 بتصير هون، بعدين هذول المومنتين بيشبهوا بعض، هاي بتصير 1.6 بنص 0.8 وهاي 0. هسه الكاري اوفر، الكاري اوفر دائما بعد الكاري اوفر في بالانس. انا ما بوقف على الكاري اوفر، انا لازم اوقف على بالانس، لازم اوقف على بالانس. فبالتالي بعد الكاري اوفر في بالانس. البالانس شو بعمل؟
1.2، 1.2 بدي سالب 1.2 واضربها بصفر، بظل اكرر خطوات بتعطيني زيرو. هسه مجموع المومنت هون بيساوي زيرو، زيرو زائد زيرو بتعطيني زيرو، فزيرو بتضربها ب 0.6 وزيرو بتضربها ب 0.4 بتعطيني زيرو. بعدين ال 0.8 بتضربها بزيرو بتعطيني زيرو. فالمومنت النهائي هو عباره عن حاصل جمع كل اللي فوق، جمع كل اللي فوق ما عدا الديستريبيوشن فاكتور طبعا. فبحكي سالب 8 زائد 1.2 بيعطيني سالب 6.8، 8 زائد 2.4 بيعطيني 10.4، سالب 12 زائد 1.6 بيعطيني سالب 10.4، و12 زائد 0.8 12.8. هيك انا طلعت المومنتات وهيك خلصت الطريقه. صح الامثله اكثر هنا. شوف هون بضرب بنص، لاحظ المومنتات النهائيه السالب يعني عكس عقارب الساعه والتكمله مثل سلوب ديفليكشن. انا بدي اوجد رياكشن برجع على سلوب ديفليكشن. طيب عندي هذا السؤال، هذا السؤال شو بحكي لي؟ بحكي لي في عندي فيكست ورولر ورولر. فبالتالي بدي انتبه لشغله، انه لما بدي احسب لهذا الديستريبيوشن فاكتور هون للمنبر هذا بدي اضربه ب 75%، وهذا المنبر ما بضربه بشيء، ولما بدي احسب لهذا دائما واحد. فبالتالي ممكن في شغله هسه تسهل طريقه الحل. شو هي اللي راح تسهل طريقه الحل؟ هسه بنعرفها. ارسم المومنت دايجرام هيهم، بلاحظ انه المومنت هون زيرو، او دائما المومنت عند الطرف عند البن بتساوي زيرو او الرولر. طيب فهي شغله حلوه. شو هالشغله حلوه؟ الشغله الحلوه انه بمجرد ما اني اوصل مجموع البالانس بتساوي زيرو بوقف، بتختصر علي الحل. كيف يعني؟ نيجي مع بعض بنطلع ديستريبيوشن فاكتور، هذا زيرو وهذا واحد، هيهم هاي زيرو هاي واحد. وهون بده يكون عندي بدي اضرب هاي ب 75% وهاي بدي اضرب شيء بشيء. طبعا بحكي 1 على 6 في 75% على 1 في 6 في 75% في 1 على 4 بيطلع معنا الرقم هذا. فهاي الارقام هيهم، هذا وهذا بيعطوني هذا. بعدين فيكس اند مومنت سالب دبليو اوت بي على 12، سالب بي ال على 8، بي ال على 8 هيهم. بعدين هون دبليو اوت بي على 12 سالب دبليو اوت بي على 12 هيهم. بعدين بعمل ايش؟ بعمل البالانس. البالانس هاي السالب 12 بدي اضربها بزيرو، بدي السالب 12 بخليها 12 بضربها بزيرو بتعطيني زيرو. هسه الام 2 1 وام 2 3 بجمعهم بيعطيني كم؟ بيعطيني سالب 6. فانا قديش بدي؟ بدي الموجب 6، الموجب 6 بضربها بهاف والموجب 6 بضربها بهاف بتعطيني هاي 4 وهاي 2. هسه ال 18 هاي بدها سالب 18 بضربها بواحد فبيعطيني الناتج سالب 18. هسه لاحظ لو جمعت هاي زائد هاي بيعطيني زيرو، يعني بيعطيني المومنت النهائي. فانا ليش اكمل وظل اضرب هون ضرب تبادلي، اصير اضرب تبادلي واضيع وقت؟ فبحكي لك بكل بساطه، لما يوصل دائما البن بعد اول خطوه، البن بعد اول خطوه وقف وقف. فبالتالي هاي الجهه كامله بوقفها زي هيك. طبعا ما بحطش الاكس هسه، انا اي شيء بهاي بكمله بعطيني زيرو. فايش بصير؟ تتصفر. تمام، لما توقف عادي كمل. هسه خلصنا بالانس، في بعدها كاري اوفر، كل مومنتين جنب بعض بضربوا بعض، صفر في نص صفر، اربعة في نص اثنين، بعدين هون اثنين في نص راح تيجي هون وهي زيرو خلص ما بدي اياها، وسالب 12 في زيرو في نص بعطيني سالب 9. فهذا الكاري اوفر فاكتور. الكاري اوفر ما بوقف عنده، بكمل، لازم اوقف على بالانس. فالبالانس هاي الاثنين بدها سالب 2 واضربها بصفر بتعطيني زيرو. هسه صفر سالب 9 بتعطيني موجب 9، سالب 9، فبدي انا موجب 9، موجب 9 بضربها بهاي وبضربها بهاي بتعطيني 6 و3. هسه بعدين المومنت هون خلص زيرو وعم بكمل، هذا ولا كانه موجود زي كاني مسحته من الرسم. بعمل ايش؟ بلاحظ انهم ما بيساووا صفر، فبدي اعمل كاري اوفر، بضرب هاي بصفر بنص وهاي بنص، بضرب هاي بنص بتروح وبعطي، وهاي اصلا ما في مومنت هون فاعطاني صفر. شوف قديش وفر علي حل. اما لو انك انت ما اكست زي هيك بتلاحظ انه هون رح تعطيك ايش؟ واحد، فبتصير تعطيك ارقام. فانا ليش اغلي بحالي؟ لا، بصفرها، بصير كل شيء بيروح عليها صفر وكل شيء بيجي منها صفر. فالكاري اوفر فاكتور بصير صفر في صفر في نص، ستة في نص ثلاث، ثلاث زيرو. فما بوقف على كاري اوفر، انا بوقف على بالانس. فالثلاث هاي بدي اضربها بسالب ثلاث بتصير زيرو، وهذول مجموعهم زيرو وهاي زيرو من الله. فشو بصفي عندي؟ ثلاث زائد اثنين سالب 12 بعطيني سالب سبعة، وهاي بيعطيني 22 وهاي سالب 22 وهاي زيرو من الاصل. هيك خلص السؤال، هيك خلص السؤال. تمام، هذا السؤال اللي اول دائما بنشرح كل دوسيه بالدوسيه. بلاحظ كل منبر بقسم له قسمين، هاي هذا على الطرف بزيرو وهذا على الطرف واحد، فيكس اند مومنت كذا متفقين عليه. بعدين بعمل بالانس،
الفيكس اند مومنت بدي سالب بوينت 4 سالب 4.716 بدي موجب 4 واضربها ب 0 0 ال 4.16 بضربها بسالب بدخليها سالب 1 واضربها ب 1 بتعطيني سالب 4.16 بعدين بعمل كاري اوفر هون كاري اوفر هون ما بوقف على كاري اوفر بوقف على بالانس هاي هسا شو بصير كونه هاي لها 1 فشو بعمل مجموع هدول 0 بوقف يعني هون بحط اكس بحط هون فاينل مومنت 0 بعدين هاي بروحش عليها شيء فاي بتجيش منها شيء فالكاري اوفر هو عبارة عن حاصل او المومنت النهائي وحاصل سالب هاي زائد هاي بيطلع معي 6 وربع سالب 6 وربع يعني مع عقارب الساعة يعني اللي بدي اوصل لك اياه انه دائما باللي قيمة الديستريبيوشن له فاكتور 1 بس بعمل خطوة واحدة وبوقف تمام نيجي للكنتيليفر السؤال اذا في كنتيليفر بدنا نطبق قوانين مومنت ديستريبيوشن نفس ما اشتغلنا قبل بس شو بتعمل الكنتيليفر بعتبرها مش موجودة كيف الستوب ديفليكشن كنا نحكي مش موجودة ما لها معادلات ولا لها النار برضو هن نفس الشيء ما لها معادلات ولا لها النار فشو بعمل أنا فأنا مباشرة بلغيهم من الرسمة كنتيليفر هاي كلها بلغيها من الرسمة ليش لأنه إحنا طلعنا المومنت هي طلعنا المومنت المومنت هون اقطع هاي 1.5 وهاي أم 3.4 بالتالي ام 3 4 1 ونصف 2 هي عبارة عن 3 الثلاث هاي مالها عكس عقارب الساعة فبالتالي سالب يعني لما بدي اجي احطه هون سالب 3 تمام فشو بعمل انا بشيل هذول الديستريبيوشن فاكتور هسه لما هاي قيمتها 1 ليش لانه هاي احنا كلنا بنعتبرها مش موجودة فبالتالي هذا بين على الطرف قيمته 1 وهذا رولر على الطرف فنهايته بين فهي بتضربها ب 75% هذا المنبر وهذا المنبر ما بضربه بشيء ما بضربه بشيء فبالتالي هاي 0 هاي بوينت 5.7 هاي بوينت 4.3 طبعا بحل يعني هاي distribution factor هاي لاحظ 3.4 هاي هسا لما نيجي نعمل fix end moment الفيكس fix end moment هون سالب 4 وهون 4 هون سالب 5 وهون موجب 5 طيب اللي سكرتهم شو عمل فيهم بكل بساطة بتحط قيمة المومنت بالفئ يعني بتحط قيمة المومنت وين اللي طلعت معك من step 0 فسالب 3 و 0 سالب 3 0 بتحطهم زي ما هم وهي دائما 0 بالتالي هي سالب 3 شو بتعمل هسه بتعمل بالانس سالب 4 بدها 4 واضربها ب 0 بتعطيني 0 4 وسالب 5 بتعطيني سالب 1 فانا بدي موجب 1 واضربها ب 0.57.43 هاي بعدين هون عندي هاي موجب 5 وعندي هون من اول مره سالب 3 موجب 5 سالب 3 بتعطيني سالب 2 بتعطيني موجب 2 موجب 2 بدي اخليها سالب 2 واضربها ب 1 بتعطيني سالب 2 شو بعمل هسه بعمل كالتالي هسه احنا دائما قلنا لما يكون ديستريبيوشن فاكتور 1 بشتغل مره هي شغله الفيكس اند مومنت واول بالانس وبوقف فبالتالي هاي وقفت من الاصل لانها كانتيليفر وعارفين الجواب سالب 3 2 وهاي اول بالانس خلصناها فوقفنا وقفنا عند مومنت مقداره موجب 3 لانه هذيك سالب 3 بتكمل هسه كاري اوفر هاي صفر هاي بنص هاي ما بتروح شيء هاي السالب 2 اللي هون بتعطيني سالب 1 بعدين بالانس هاي القيمة بضربها بصفر هاي السالب 1 بخليها 1 بضربها بهيك بعدين بعمل كاري اوفر لانه كلهم اقل من بوينت مش اقل من بوينت 2 هاي في هاي هاي في هاي هاي 0 وهاي 0 بصف عندك المومنتات زي هيك لاحظ انه هون ما بيعطيك 0 لا بيعطيك موجب 3 سالب 3 ان شاء الله راح نحل سنوات هذا سؤال كنتليفر من الجهة الثانية بس الآي مختلفة كيف يعني الآي مختلفة؟ يعطينيها 200 هاي 300 وهاي 240 فبالتالي لما تحل تعمل علاقة بينهم وما بعرف بتعوضها 200 بتعوضها كرقم يعني زي أسئلة الكتاب وبتحل فبالتالي هاي كنتليفر بعتبرها مش موجودة هذا بن 1 هذا بعمل له ديستريبيوشن فاكتور وهذا 0 هاي القيم عوضت الآيات لاحظ الآيات مختلفة هاي 200 هاي 300 وهاي 240 distribution factor هون ما فيش هون اول كنتليفر 4000 اللي هي حاصل ايش اللي هو المومنت اللي هون هو عكس عقارب الساعة مع عقارب الساعة اللي هو 2000 في 2 4000 فبالتالي لما ابلش كالعادة 4000 هسه هون في سالب 2000 الفيكس اند مومنت وهون 2000 الفيكس اند مومنت وهون ما في ولا لود فبالتالي 0 0 هسه 4000 سالب 2000 بيعطيني 2000 فانا بدي سالب 2000 واضربهم ب 1 هيك فبالتالي شو بعمل اول بالانس بخلصها لما يكون ديستريبيوشن فاكتور 1 بوقف على الاخر وعند الكنتيليفر من اول مره بوقف وبكمل كيف يعني بكمل
عندي البالانس بعمل كاري اوفر. كيف كاري اوفر؟ الام 4 3 3 4 نفس الاسم بس اختلفوا بالترتيب، فبدي اضرب هاي بهاي وهاي بهاي، هذول الاثنين مع بعض بيشبهوا بعض، بضرب هاي هيك وهاي هيك، هاي بتعطيني 0 وهاي بتعطيني سالب 1000، هاي هذا وخلص صفرهم انتش اياهم. بعدين على الخطوه اللي بعدها بالانس سالب 5 سالب 587 بتصير 0 كذا، فالبالانس هيو. بعدين شو بعمل؟ كاري اوفر، هاي بتعطيني 0 وهاي بتعطيني النص، هاي بتعطيني 0 بتروح بتودي 0 وهاي بتودي 0، وبجمع اخر شيء القيم النهائيه بتطلع معي هالقد. لو انه انا ما وقفتش على اول بالانس راح يصير طويل لانه الكاري اوفر كثير، اما لما صار هاي لاحظ من دائما اوقف على اول بالانس. هذا السؤال نفس الشيء بس انه لاحظ انه هون بيعطيني ما بيعطيني 75% وهون برضه ما بيعطيني 75%، انه في فيكست وفي رول، فبالتالي هون ما في شغله 75%. بتحل وشوف قديش بالانس عندي، لاحظ انه اخر شيء كلهم اقل من 0.2، خلص بوقف وبجمع المومنتا، بجمع القيم هاي كلياتها بتعطيني هاي. لاحظ انه طيب بيطلع متساويات هاي الايات هاي، فبتحل طلع فيكس اند مومنت، بعرف كيف اطلعه. بعدين البالانس، البالانس بدي اشوف المجموع، يعني هذول 240 فانا بدي سالب 240 اضربها بهاي وهاي، او هون لا هون الكلب هاي سالب 240 فبدي 240 اضربها بنص اعطاني 120 120، وهون نفس الاشي. بعدين كاري اوفر، كاري اوفر ضرب تبادلي ضرب تبادلي ضرب تبادلي، بعدين بالانس بطبق نفس الطريقة وهكذا. بلا تكمل شوف الاسئلة انت قدامك. هسا الفريم، الفريم مثل البيم ما بفرق عنه ولا اشي، بس شو المشكلة؟ المشكلة انه هون مثلا جوينت ثلاث، جوينت ثلاث شو اعمل؟ بكل بساطة انا بقول لك رتب الارقام، رتب الارقام يعني ام واحد اثنين ام اثنين واحد ام اثنين ثلاث ام ثلاث اثنين ام اثنين اربعة ام اربعة اثنين، زي هيك ترتب طبيعي، ترتيب طبيعي. بس في مشكلة انه هون في ثلاث ارقام بتبلش عند الاثنين اللي هي ام اثنين واحد وام اثنين ثلاث وام اثنين اربعة، بس عشان ما اخر بحط عليهم دائرة. ليش بحط عليهم دائرة؟ مشان لما اجمع، لما بدي اعمل بالانس، انا بعمل بالانس للي للمجموع المومنت عندي اثنين بتساوي زيرو، فانا كم مومنت عندي؟ عندي ثلاث مومنتات، فعشان ما اخربط لما اعمل بالانس بجمع الثلاث مومنتات مع بعض. فبعمل فيكسد مومنت طبيعي، بشوف الديستريبيوشن فاكتور، ديستريبيوشن فاكتور هاي فيكسد زيرو، هاي تكون ديستريبيوشن فاكتور عندي لهاي ولهاي ولهاي، ثلاث شغلات عندي. هاي نهايتها بن، فبالتالي هذا المنبر بضربه 75%، هذا نهايته فيكست ما بضربه 75%، هذا نهايته فيكست ما بضربه 75%. فلاحظ انه لما جيت على 2 3 ضربت 75% طلع، ولاحظ انه الكي 3 بالمقام، دير بالك دير بالك. بتحل طبيعي، بتطبق نفس القانون، ولاحظ انه اللي عليهم دوائر هم بجمعهم، يعني لما بدي اعمل فيكس اند مومنت هي هذا وهذا 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 وهذا، بس لما بدي اعمل بالانس هسه الام 2 1 زائد ام 2 3 زائد ام 2 4 بدي اضربهم بالديستريبيوشن فاكتور هذا وهذا وهذا، يعني 6 سالب 4 بتعطيني 2 زائد 8 10، فعندي مومنت 10 بدي اياه سالب 10، سالب 10 بدي اضربه بهاي بيعطيني هاي، سالب 10 بهاي بيعطيني هاي، سالب 10 في هاي بيعطيني هاي. والكاري اوفر كل مومنتين بيشبهوا بعض بضربهم ضرب تبادلي، لاحظ بعدين 2 3 3 2 هيك، عشان هيك دائما رتب الارقام المتشابهه جنب بعض بس، وبتجمع المومنت النهائي وبتخلص. بعدين لاحظ انه المومنت هذا زائد هذا زائد هذا بدهم يعطونه صفر، مش رح تحكي بس هذول ما طلعوش شيء خربط بالحل، لا. هذا فريم ثاني في كانتيليفر، الكانتيليفر لاحظ انه هاي 4 2 ف 4 2 و 2 4 هم اللي صفروا، وكمل وحليت. هذا سؤال برضه في كانتيليفر، في عندك انه هون لما تيجي لهون هذا واحد، لما تيجي لهون 75% لما تيجي لهون 0، حلينا زيه كثير. تمام خلصنا مومنت ديستريبيوشن، خلصنا مومنت ديستريبيوشن. خلينا الحين سنوات، خلينا الفيديو بس انه سنوات وهاي يعني هاي 34 دقيقة. سنوات على السريع، سنوات على السريع، ها سنوات المدى الفصل. The value بده بستعمل مومنت ديستريبيوشن اوجد ال value of A، او ال value of A اللي هي الفيكست اند مومنت. فيكست اند مومنت وين؟ اذا هذا 1 2 هذا 2 1 هذا 2 3 هذا 3 2 فهذا 3 4، يعني بده الفيكست مومنت اللي هون.
فهاي أربعة وهاي ثلاث وهاي اثنين، فبده إيش هو؟ بده هاي بدها تكون سالب. أول شيء سالب، بتلاحظ الخيارات في عندي سالبين، بس أي سالب فيهم آخذ؟ بكل بساطة سالب بي أ بي في ال تربيع في A تربيع، بدي هاي صح؟ في A في B تربيع على ال تربيع، يعني سالب أربعة في ثلاث في اثنين تربيع اللي هي أربعة، هذا طوله خمسة على 25، كم بيطلع معي؟ بيطلع عندي سالب 1.92. هذا سؤال، هذا سؤال فيكس سلوب ديفليكشن. هذا السؤال باستعمال هوم ديستريبيوشن اوجد الام 1 2، بده ام 1 2، قلنا هذا يا بنحله على برنامج يا على هوم ديستريبيوشن. طيب لو بدي احل هوم ديستريبيوشن كيف احله على السريع؟ كل منبر هذا خط هذا خط هذا خط هذا خط، هسه الديستريبيوشن فاكتور بده يكون عندي هاي 1 2 هاي 2 1 هاي 2 3 هاي 3 2. هسه distribution factor distribution factor هون 0 وهون 0، هسه كانوا الطولين متساويات وفيش بوينت 7.5، فبالتالي هاي نص وهاي نص، يا يعني بتحلها بايدك. بعدين في عندي الفيكس اند مومنت، فهون سالب دبليو تربيع 12 هون دبليو بي على 8 وبتحلهم، بعدين بده ام 1 2 فبتعمل بالانس، بتعمل كاري اوفر، بتعمل بالانس، بعدين بيطلع معك المومنت. طبعا السؤال موجود بالدوسيه زيه بس تغيير ارقام، تعملهم يطلع معك مومنت، وراح يطلع المومنت مبدئيا راح يطلع معك شيء سالب، فيا سالب 15 يا سالب 10.5 يا سالب 19.5، بتحلهم. هذا بده يوجد الفاليو اوف اف، الفاليو اوف اف اللي هي ديستريبيوشن فاكتور. طيب الفاليو اوف اف اذا هاي 1 2 هاي 2 1 هاي 2 3 هاي 3 2 هاي 3 4 فهاي 4 3 فهي 4 5 هاي 4 5 4 5 كم قيمته؟ قيمته 1. ليش؟ لانه هذا بين الطرف شوي 4 5 يعني هيك، لا قيمته 0 ما في هون ما في عندي 0، هذا الجواب 0 مش 1. 1 لو كان طالب مني 4 3 هو اذا هاي 5 4 شوي هاي 5 4 فهي 4 5 فهي 4 فهي 4 3 بده 4 3 يعني هيك، فكم قيمته؟ 1 لأنه هذا على الطرف، هذا قيمته 1. بده distribution factor 3 2 3 2 يعني هذا بين على الطرف قيمته 1، والله حرام انكم ما تحلوه. تمام، بده أم 2 3، قبل شوي ما احنا حليناه بس كان طالب أم 1 2، أم 2 3 تحل في moment distribution. هذا السؤال بنفس الطريقة، هاي المواد نفسهم بس في كنتليفر، ننتبه إنه هاي نعملها بالانس مرة واحدة وهي أصلا نعملهاش من مرة. هون اوجد الفاليو لا مش عارف لأي قيمة بده، هون خلينا بده distribution factor 3 2 هي 1، اوجد الفاليو القيمة اتش بده الفاينل مومنت، هون المومنت هون قيمته 0 ليش؟ كانت ليبر أسئلة عن نظر صح؟ هذا بده هون بده the total moment that need to add at joint 3، يعني بده قيمة البالانس and joint 3، يعني كم؟ يعني إذا عندي هاي هيك وعندي هاي هيك، فأنا بدي أشوف الفيكس إند مومنت. الفيكس إند مومنت إذا هاي 5 وهاي 20 فهي طبعا عند 3 2، يعني بده هون يعني هذا البوزيتيف 3 2 هي W L تربيع 12، فالW هي 5 كأنه طب 20 تربيع 12 تطلع عندي 166.7. لا دقيقة، فأنا بدي هسه هي بتطلع موجبة تمام، فأنا بدي الجواب يكون سالب، بس أنا الرقمات مش واضح تمام، بس أنا بدي أعطيك إنه الدبليو ال تربيع 12 بتطلع معك موجبة، فأنا المومنت اللي بدي إياه مشان يصير عندي اتزان هو سالب، هو سالب، فالجواب سالب. أوجد القيمة للفاليو ال، الفاليو ال اللي هي الكاري اوفر هون، الكاري اوفر هون، هسه كم الكاري اوفر هون اللي هي القيمة هاي اضربها بهاي، فإذا أنت معك هاي سالب 9 وهاي 27، فأنا بدي أعمل بالانس مجموع المومنت عند 4 اللي هي أم 4 3 أم 4 2. طب خلنا المشكلة السؤال مش واضح بس خلنا أشوف إذا قدرت أقربه. هذا distribution factor تمام، هسه المومنت عندي
قيمته زيرو. ليش؟ لأنه إذا هاي موجب 77 فأنا بدي موجب 27 فأنا بدي سالب 27 أضربها بصفر فصفر. بعدين هاي سالب 9. هسه هذا جوينت 4 وهذا جوينت 4، فهذول مجموعهم كم؟ 10. فأنا بدي كم؟ بدي سالب 10. سالب 10 بضربها بنص، بضربها بنص، بتعطيني هاي سالب 5 وهاي سالب 5، فهاي بتعطيني كم؟ سالب 2.5. سالب 2.5 طبعا مش مبين بالخيارات، بس كونه في موجب 2.5 ففي سالب 2.5، فالجواب هون سالب 2.5. طيب هذا الأسئلة حرام ما تنحلش. هون بده الام 3.2، ام 3.2 وينها؟ اللي هي هاي، هاي زي ما بدأ الاسلوب ديفليكشن. إذا هاي 5 وهاي ام 3 ام 3.2 فهاي القيمة كم؟ 5 في 3 15، 15 مع عقارب الساعة فهي بوزيتيف 15. هون بده القيمة ل h، القيمة h زيرو، وأنا المومنت عند الكنتليفر. هذا بده القيمة ل k، وين k؟ هاي k اللي الكاري أوفر اللي هون، اللي هي عبارة عن إذا هاي هاد جوينت 3 هاد جوينت 3 هذول اللي بيشبه بعض. لا أنا بدي القيمة اللي بتكون هاي في هاي، يعني بدي القيمة هاي. هاي القيمة كم؟ ليش هاي أنا؟ لأنه الرقمين اللي بيشبهوا بعض هون هذول. فإذا هاي سالب 10.8 وهاي 7.2 فمجموعهم هو عبارة عن سالب 10.8 زائد 7.2 يعطيني سالب 3.6، فأنا بدي مومنت مقداره 3.6، فال 3.6 بتضربها بهذا الرقم، بتضربها بهذا الرقم، فأنا فهاي قيمتها 1، فواحد في هاي كم بيعطيني؟ نص. 3.6، لا دقيقة، في خطأ، خلنا نقربها هسه. هذا المومنت ام 1.2، وهذا 2.1، وهذا 2.3، وهذا 3.2، وهذا 4. ام 1.2، ام 2.1، ام 2.3، ام 3.2، ام 3.4، ام 4.3. هسه انا شو بدي؟ هذول المومنتين اللي بيشبهوا بعض تضربهم ببعض زي هيك، مش هون هون. فأنا بدي القيمة هاي، القيمة هاي اللي هي البالانس، هي سالب 10.8 زائد 7.2 تعطيني سالب 3.6، فأنا بدي 3.6 وأضربها بواحد، المفروض الجواب 3.6، يا إما لأنه الأرقام مش واضحة فأنا مش عارف شو الجواب بصراحة، بس هو بدك تشتغل زي هيك، بدك تضرب هاي في هاي، ولا هاي في هاي، والله ماني عارف إذا هاي في هاي ولا هذيك في هذيك، مش واضح يعني، وبصراحة مش واضح. مش واضح، بس السؤال والله حلو خالص، والله حلو. هاي جوينت 3 وهاي جوينت 3، فهاي ام 3.2، فهون مجموع البالانس سالب 19 زائد 7.2 بيعطيني سالب 11.8، فانا بدي 11.8، 11.8 ضرب 0.625، جوابه نون. هذا جوابه نون، هو بده قيمة K هي هاي. خلاص أنا أيقنت إنها هاي، لأنه هذول مأكسات من الأول، فبالتالي هاي بتعطي هاي، هاي بتعطي هاي، هاي بتعطي هاي، هاي بتعطي هاي، فهاي بتعطي هاي، وهاي بتعطي هاي، فبالتالي أنا بدي قيمة E وأضربها بهاي. هاي القيمة كم؟ هاي القيمة هي عبارة عن حاصل هاي زائد هاي، 12 ناقص 10.8 تعطيني 1.2 هيها، فأنا بدي سالب 1.2، سالب 1.2 بضربها بواحد، فالجواب سالب 1.2 برضه مش موجود. خلص عجزت أنا حلي غلط. هون بدو الفاليو لدي، دي اللي هي الفيكس اند مومنت هون، فيكس اند مومنت هون. إذا هاي أم 1.2 فهي أم 2.1، هاي أم 2.3 فهي أم 3.2، بدك الفيكس اند مومنت هون اللي حاصل عند دبليو تربيع 12 وبي على 8، بس تحلهم بالطمان. بس كأنه هون طلعش 1 طلع 0، بده V. دي هي distribution factor، ما أنا مش مركز. دي هي distribution factor، distribution factor اللي هون اللي هي هاي، فهون بدها تكون لها قيمة بتحكي 1/4 على 1/4 زائد 1/3 في 75%. ليش؟ لأنه القيمة اللي من هون نهاية تبن، بيطلع قيمته نص، جواب نص. هون بدي القيمة للسي، سي اللي هي الفاينل مومنت اللي هون، فأنا إيش بدي أعمل؟
الفاينل مومنت اللي هون بدي اجمع قيمة هاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي. فانت بدك تضطر تحل C اللي هي M 2 3 اللي هي هاي القيمة. فلا ليش لا احل زي هيك؟ اذا عندي الكنتليفر بتعطيني مومنت مقداره 4 في 3 12، فهاي قيمتها هي سالب 12. انتبه الكنتليفر هاي القيمة لأل، القيمة لأل اللي كاري اوفر اللي قلنا هاي في هاي وطلعناها، هاي طلعناها خلصت. فهي المومنت ريدستريبيوشن، ان شاء الله تكون سهلة، بس حاول تدرب على التداول وتمرس بايدك وان شاء الله بكون سهل. يعطيكم الف عافية.